الدراسة والتواصل المهم جدا الذي ينظم بشراكة مع المؤسسة مؤسسة المهاجرين العائدين والمعهد المغربي بلاهاي لقاء سيطرح للبحث والنقاش إحدى المواضيع الملحة ذات الصلة بالهجرات الدولية ألا وهو حماية وصيانة الحقوق الاجتماعية للمهاجرين وأفراد أسرهم. موضوع أصبح يكتسي أهمية خاصة في ظل ظرفية الرأي المتسمة بالأزمة الاقتصادية وتهديداتها المتواصلة للمس بالمكتسبات الحقوقية التي تضمنها التشريعات الدولية والاتفاقيات الثنائية الموقعة بين دول النيجر ودول الأصل. لا غرابة أن ينظم هذا اللقاء بمدينة المسيمة الجوهرة جوهرة البحر الأبيض المتوسط. مدينة المسيمة هي مدينة كذلك توجد في المنطقة يعني تتسم بعدد كبير من المهاجرين المغاربة خاصة في أوروبا. يعني اخترنا هذه المدينة وشاءت الأقدار أن تكون أول خارجية لوزارة الجالية في سنة 2013 والسنة الماضية كانت أول خارجية كانت في مدينة النهضة. يعني ما نرى الأهمية أولا لهذه المناطق في بلدنا العزيز وكذلك لأهمية الهجرة والمهاجرين سواء منهم من هم في بلد المجر ومن عاد إلى وطنهم العزيز. فاسمحوا لي كذلك بهذه المناسبة أشكر السيد الوالي وكل الأطر المرافقة له على حسن التنظيم وعلى حسن الاستقبال وأشكر كل من جاءوا من بعيد إخواني اليوم الليل البارحة مدير الدار البيضاء الطريق باش يوصلنا فأشكركم جزيل الشكر باش يحضروا معنا أشكر كذلك كل رجال الصحافة اللي داو يعني على عاتقهم يعني بعد الطريق ولكن هي طريق العائقة طريق يمكن نسميوها ممتعة من ناحية ديال المنظر الطبيعي ومن ناحية ديال السياحية. اسمحوا لي كذلك أن أدلي بشهادة يعني لأزكي ما قاله السيد الوالي وقلت له هذا الصباح أنا زرت مدينة الحسيمة في نهاية التسعينات وما زرتها في 2004 ما زرتها هذا اليوم أو البارحة فهنيئا لسكان الحسيمة وسكان الإقليم وسكان المنطقة بالطفرة التنموية الكبيرة التي عرفتها المنطقة في هذه السنين الأخيرة. الحقيقة تغيرت الأنظار وتغيرت المناظر وتغير كذلك الوجه العام لهذه المنطقة وهذه المدينة على الخصوص. فهنيئا لكم بهذا النمو الكبير. لا شك أن تعدد الشركاء والمساهمين في تنظيم هذا الملتقى من هيئات مدنية مغربية وهولندية ومؤسسات مختصة ونقابات وطنية وجمعيات حقوق الإنسان بالمغرب يعبر بوضوح على الأهمية الكبرى التي يكتسيها هذا الموضوع والرغبة الجماعية في طرح ملف الحماية الاجتماعية للمغاربة العاملين في هولندا في أبعاده القانونية والاجتماعية والحقوقية بكل ما يستلزمه من دراسات متأنية ومعالجة شمولية للتطورات الطارئة التي يشهدها هذا الموضوع. بالبداية أود أن على الأقل أذكر أو أصحح بأن الأسبوع الماضي خرجت بعض الرصاصات الإخبارية أعطت بعض المعلومات. أنا بغيت أن أؤكد على أن نحن نتكلم عن موضوع خاص لكي يتعلق ب التعويضات العائلية والمعاشات لذوي الحقوق لا على التقاعد. لما خرج في الأسبوع الماضي واحد الخبر بما في ذلك في وكالة الأنباء يقول بأنها تحبس تاع
التقاعد على الناس اللي جاوا استوطنوا في المغرب. لا ابدا، الله يخليكم باش تحكي. كاين جوج نقاط ولا ثلاثه اللي عرفات هذا ماشي كنهينوا بهذه النقاط، هذه النقاط مهمه ولكن ما خصناش نعطيو اخرى اللي هي خطا. النقطه الاولى هو التعويضات العائليه ديال الاطفال، اطفال المهاجرين ديالنا في بلادنا اللي جاوا اللي الحكومه الهولنديه قررت انها تنقص منهم 40% لان حسب اعتبارها تكلفه الحياه هنا ارخص مما هو الحال عليه بهولندا. هادشي غادي نناقشو واش هو قانوني واش ماشي هو قانوني، باش جبنا الناس اللي مختصين في هادشي يعرفوا مزيان وغادي يفيدوني في هاد الكلام. النقطه الثانيه هي المعاشات الصحيه بالنسبه للاطفال، كاين تقريبا 4000 حتى 4500 طفل اللي كاينه كتستافد من التعويضات هذه اللي هي 101 هنا في المغرب. النقطة الثانية هي التعويضات العائلية، عفوا المعاشات اللي هي موجهة للأرامل واليتامى، يعني واحد مهاجر مغربي فنى حياته في العمل، ساهم جمع الفلوس عطى بحال الناس، وداك الشيء اللي قانوني غير كيسمى في قيد حياته كيوقع على أنه اللي توفى فرض علينا ان ذاك البركه كتمشي لولادو او مرتو او ذوي شكون ما بغا يقول هاد ذوي الحقوق قالوا لهم حتى هما ودي دابا انتم راكم في المغرب والمغرب يعني تكلفه الحياه فيه اقل من المرضى غادي نقصكم انتم المغرب. هذا حق، هذا مكتسب، هذا فلوس المرحوم خدم عليهم وجمعهم بحال شي واحد واحد فلوس سمقتو في الوطني جاو قالوا له قلت له هذا اللي توفى هذا منطقيا صعب انه يدخل علاوه على اتفاقيات الاخوان والاخوات اللي غيترقوا لهذه النقطه غادي يزيدوا يفسروا لنا يعني المعطيات القانونيه في هذا الشيء. والامر يتعلق ب 910 ديال الارامل اللي هي موجوده. الاخطر من هذا الشيء المهم ولكن الاخطر هو ان اذا مشات هذه اليوم غتكون سابقة، تكون سابقة غدا تكون حكومة أخرى كتعرف بأمر آخر في هذا النوع وإلى آخره، وغادي يولي هذا الشيء كيهدد المكتسبات ديال المغاربة ديالنا ماشي غير في هولندا بل في دول أخرى. وبالتالي ضروري أن نقف وقفة رجل واحد يعني للدفاع عن الحقوق في الإطار القانوني، في الإطار الدبلوماسي، في الإطار يعني في الاطار الحضاري اللي كيتسموا به المغاربه سواء هنا في المغرب او خارج المغرب. حضرة السيدات والسادة، لا يخفى عليكم العناية السامية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله لمواطنيه الأعزاء المقيمين في الخارج، وتوجيهاته السامية المتواصلة في الحكومة من أجل الحرص على حماية حقوق هذه الفئة العزيزة من الشعب المغربي وصيانة مصالحها ودعم اندماجها في بلدان المجر، وذلك في كل المناسبات والخطب التي يلقيها جلالة الملك، وآخرها الخطاب الملكي 20 غشت 2012 الذي يشكل بالنسبة لنا خارطة طريق للنهوض بأوضاع وحقوق مغاربة العالم. وإما جاء في الخطاب الملكي السامي، اسمحوا لي أن ألقي عليكم يعني فقرات من فوق اللي كانت أخذت منه واحد الحيز كبير ومهم جدا. كلام صاحب الجلالة: إنكم تعلمون أننا عندما نقدم على إصلاحات مهيكلة وعميقة فإننا نضع دائما مواطنينا المقيمين في الخارج في صلب انشغالاتنا ومخططاتنا المستقبليه، وهو ما تحقق بانجازنا لاصلاح مدونه الاسره وقانون الجنسيه بكل ما يحملانه من رمزيه عاليه، وباقدامنا على مراجعه الدستور الذي يتضمن مقتضيات غير مسبوقه تخص حقوق المغاربه المقيمين في الخارج، الذين اتوجه اليهم بالخطاب بهذه المناسبه لاقول لهم إنكم
انكم لم تبخلوا بدوركم باي جهد من اجل الحفاظ على اواصر انتمائكم، وما فتئتم تضعون المغرب في صلب انشغالاتكم اليوميه، مدافعين عن قضاياه الوطنيه، مساهمين في تنميته، حريصين على تقدير العلاقات بينه وبين بلدان اقامتكم، متشبتين بالتفاعل الثقافي مع القيم الكونيه لمناهضه الصور النمطيه والاحكام المسبقه ضد الاسلام والمسلمين. ان هذه العلاقه المتميزه ليست وليده الصدفه، بل ان علاقه رسختها سنوات طويله من الجهود والتضحيات المتبادله. لذا فإننا سنستمر على نهجنا في الحفاظ على رؤيتكم وتوفير حماية لحقوقكم ومصالحكم، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية بأوروبا. وعلاوة على ذلك، فإننا سنحرص على التفعيل كامل لمقتضيات الدستور التي تكفل لكم المشاركة على أوسع النطاق الممكن في بناء مغرب المستقبل، والتي سوف تحول لكم بكل تأكيد الحضور الفاعل في الهيئات المسيرة لمؤسسات جديدة. انتهى كلام جلالة الملك حفظه الله. وانطلاقا من هذه التوجيهات الملكية السابقة، شكلنا الركائز الأساسية لعمل الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين في الخارج الموجه للمواطنات ومواطني المجر حول ست ركائز أساسية أذكرها بعجالة. أولاً، تقوية التضامن وتعزيز حماية حقوق ومصالح المهاجرين في دول المجر ونحن في صلب أوروبا. ثانياً، الحفاظ على الهوية المغربية وتنطيبها. ثالثاً، الارتقاء بالخدمات العمومية لصالح مغاربة العالم. رابعاً، تعبئة مغاربة العالم للمساهمة البناءة في الأوراش الإصلاحية والتنموية، سواء منها الاجتماعية أو السياسية أو الاقتصادية. خامساً، تيسير الاندماج في بلدان المهجر. سادساً، تقوية الحوار وتطوير التعاون والشراكة مع سلطات بلدان الإقامة. وعلاقة بهذا المركز أو السادس، لا بد من التأكيد على روح الصداقة والعلاقة الطيبة والتاريخية التي تجمع المملكتين المغربية والهولندية منذ أزيد من 4 قرون. هذه العلاقات التي تتميز بالتقدير والاحترام المتبادل بين مسؤولي وشعبي البلدين، تجد انعكاساتها في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. مما لا شك فيه أن هذه العلاقات العريقة سهلت بشكل كبير الاستقبال الجيد والمتميز للمغاربة الذين هاجروا إلى هولندا للعمل بها منذ الستينات، بداية الستينات. خاص ولا يختلف اثنين في هذا الصدد على الدور الكبير والهام الذي يلعبه الجيل الأول من مغاربة هولندا، سواء في المساهمة في تحقيق الرفاه الاجتماعي وبناء الاقتصاد الهولندي، خاصة في مجالات صعبة كالفلاحة والمعادن، أو في دعم التنمية المحلية في المناطق الشمالية والشمالية الشرقية للمغرب. وهو ما يتطلب من الجميع، مغاربة وهولنديين، عدم التنكر للحقوق الاجتماعية المكتسبة لهذه الفئة من العمال المغاربة وأفراد أسرهم المقيمين هناك أو العائدين إلى أرض الوطن، والحرص على حمايتها بل وتوسيعها وتطويرها وتحسينها، باعتبار هذا الجيل الأجيال الصاعدة رأس مال بشري هولندي مغربي مشترك تتجاوز قيمته وغنى كفاءاته في مختلف الميادين، كل الحسابات المالية الضيقة ذات البعد القصير. فالأمر لا ينحصر بعد القروات، خاصة بالنسبة لدولة من أغنى دول العالم. وهذا ما يجعلنا نؤكد على رغبتنا القوية في الاستمرار في توطيد الحوار وإبناء التعاون المغربي الهولندي وفق مقاربة تشاركية شمولية تدمج مختلف الأبعاد الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، بما يمكن من الارتقاء بهذا الرأس مال البشر المشترك أنتم مغاربة هولندا، وجعلكم قناة فعلية
لتعزيز التقارب بين البلدين لما فيه مصلحة الشعب. سيد الوالي، حضرة السيدات والسادة، إن تنظيم هذا اللقاء يتوخى التعريف بحقوق وواجبات المواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين بهولندا وأفراد أسرهم العائدين إلى أرض الوطن المرتبطة بالحماية الاجتماعية، سواء منها المتضمنة في القوانين الوطنية أو في اتفاقية الثنائية المغربية الهولندية الموقعة سنة 1970 أو في اتفاق الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، إضافة إلى التحسيس بالتشريعات الدولية الخاصة بحماية الحقوق الاجتماعية للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم. ويهدف يومنا هذا بالأساس إلى أولاً فتح نقاش عملي بين الفعاليات المعنية من المجتمع المدني المغربي والهولندي حول الأبعاد القانونية والحقوقية للحماية الاجتماعية للمغاربة العاملين بهولندا. ثانياً، إيجاد الآليات الكفيلة بالدفاع عن الحقوق المشروعة والمصالح المكتسبة للمغاربة المقيمين بهولندا وأفراد أسرهم العائدين وذوي الحقوق مع احترامهم للواجبات الضرورية لبلد الإقامة. ثالثا، تعزيز مبدأ التضامن مع مغاربة هولندا وفق مقاربة مندمجة ذو بعدين، بعد تضامني بين مغاربة هولندا فيما بينهم وبعد تضامني بين مغاربة هولندا وإخوانهم هنا بالمغرب. وعلى الحضور اليوم في هذه المناسبة نموذج حي على هذا التضامن الذي أكدت في بدايتي على أنه يشكل الركيزة الأساسية والأولى لبرنامج عملنا لسنة 2013 من أجل الارتقاء بأوضاع وحقوق مغاربة العالم بالخارجي والداخلي. حضرة السيدات والسادة، إنني على يقين على أن هذا الملتقى المتميز بفضل المستوى الجيد للمشاركين والمشاركات وتنوع انتماءاتهم وتخصصاتهم المهنية وغنى محاور عروضهم ستتمخض عنه خلاصات نوعية وتوصيات مهمة لبلورة منهجية عمل يجتمع فيها المجتمع المدني بالفاعلين السياسيين والنقابيين والحكوميين وحماية حقوق ومكتسبات مغاربة هولندا في مجال الحماية الاجتماعية. لدينا خطة ناقصة، لدينا اقتراحات، ولكن نحن ننطلق من مبدأ الحوار، من مبدأ تبادل الأفكار وتبادل الخبرات، وأنا أكيد أن ما لدينا من اقتراحات سيطعم وسيغنى بما ستأتون به من توصيات ومن اقتراحات كذلك. فعملنا كحكومة هو أولاً التوصل أو الالتقاء والنقاش والحوار والمفاوضة مع إخواننا في هولندا، وعملكم أنتم أولاً المعنيين بالأمر. لا تعرفوا بين عندكم واحد أجل، لا تعرفوا بين عندكم حق الطعن، فكل واحد خصو يدير الطعن ويدير اللي عليه بعدا، حنا غادي نعاونوه باش نسهلوا عليه الأمور باش يصوروا مع الإخوان الجمعية، ولكن حنا معولين بزاف على الإخوان ديال المجتمع المدني والنقابات كذلك على أنهم يقوموا بالدور ديالهم الحالية هناك. الحمد لله دائما النقابة كيتسمعوا لهم. واسمحوا لي في الختام أن أتقدم بشكر خاص للمشاركين القادمين من هولندا الذين تحملوا عناء السفر ليكون اليوم بين ظهرانينا، وإلى ممثل مختلف الهيئات المدنية والعمومية بالمغرب وكذا وسائلها على تلبيتهم دعوة المنظمين، وبصفة عامة إلى كل من ساهم من قريب أو بعيد في تنظيم هذه التظاهرة المتميزة، متمنين لأشغالنا كامل التوفيق والنجاح لنا في خدمة مصالح مغاربة هولندا ومغاربة العالم وتوطيد العلاقات المتميزة المغربية الهولندية. وفقنا الله لما فيه الخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.